لو حابب تقول كلمة للاعبين وللجهاز الفني. عايز اقول لهم ان هذا الجيل من اللاعبين حقق حاجات كويسة جدا أيوه. للنادي الاهلي ويستحق الاحترام وكل شيء، وكل واحد يدور على خطأه. يعني المسألة كابتن اسلام لا تنحصر في مدرب صح، ولا تنحصر في جهاز فني، كل لاعب من هؤلاء عنده خبرات تكفيه جدا ان هو يقدر يراجع اداؤه ويراجع موقفه ويعلم تماما ان هو بيلبس تيشيرت نادي القرن في افريقيا. فبنتمنى ان شاء الله انه يعني ليهم سرعه العوده مره اخرى الى الطريق المظبوط ويحققوا اللي الجمهور عايزه منهم. يعني استاذ عبد الحكيم، انا اتمنى من مستر كولر، هو مدرب على فكره، انا وجهه نظري الشخصيه البحته بعيد عن تماما عن القناه الاهلي، واحد من افضل 7 أو 8 مدربين جم مصر باخر 10 سنين، مدرب كويس جدا. انا اتمنى منه، مش عيب يعني، بص احنا ممكن نتقبل رغم الخساره القاسيه، انت ما كنتش موفق في اداره مباراه طبعا. وده لا خلاف عليه طبعا، هو لفظ محترم جدا، غير موفق في اداره مباراه. ارجو ان تراجع حساباتك في بعض اللاعبين، ده مش عيب خالص على فكره، ولا يقلل من اي لاعب. بص يعني مش عايز اقول اسماء، في عز مجدها تركت وقعت على الخط، مش ازمه خالص على فكره، وتدي فرصه لغيره، وغيره ده ومش مشكله انك تلعب. يعني ده انت لو جبت حمدي فتحي لعبته مثلا، انا بدي مثال، باك يمين هيلعب على فكره، هيلعب بمستوى افضل من اللي هو محل انتقاد دلوقتي. القصه مش زعل الجماهير يا كابتن، وانت حضرتك قلت ده في الانترو، مش جزئيه ان انت خسرت، الروح. في ناس كانت بتتمشى، انت خسران كان نتيجه 3 أو 4 وناس بتمشى في الملعب، ده مش مقبول، متقبلين الهزيمه مش يعني. مقبول اصلا انك تعمل كده، اخسر بس خلي عندك، انا هقول اللفظ يعني، حميه اداء روح. وروح مفيش مشكله فيها، بقولها للمره الثانيه، العب ماتش المقاولين والهلال اكسب وقدم نفسك بصوره كويسه، تصعد ما تصعدش ده كيس تاني خالص، موضوع تاني خالص، موضوع تاني خالص. اه طبعا كل حاجة. وبعد كده يعني انا ممكن الكلام ده اتحاسب عليه، بس انا بقوله على مستوى شخصي، الاهلي وصل 4 فاينل اخر 5 سنين، مش ازمه خالص نطلع من دور المجموعات السنه دي وتريح، بس الازمه انك تطلع بالصوره اللي انت كنت بيها امبارح، اطلع العب كويس جدا وتخرج، دي نتيجه بتاعت ربنا، التوفيق وارد على فكره، وارد. انتوا كنتوا في 2007 على ما اتذكر عملتوا ماتش عالمي وخسرتوا الفاينل، الناس طلعت كان بتسقف لكم، وخدنا اللي بعده، وخدتوا اللي بعده، خدنا اللي بعده على طول. اه مش عيب على فكره ان انت تخسر، بس المهم الناس تطلع تقول لك متشكر جدا ليكم، انتوا لعبتوا مستوى كويس جدا.